يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه وقال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. فقال الولد الأصغر: أنا آخذ الذهب. وقال الولد الأكبر: أما أنا فآخذ الأرض. ومات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم. أما الولد الأصغر فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: يا أخي، لقد نفذ الذهب الذي أخذته، أما ما أخذته أنت فلا ينفذ أبدا. فأجاب الأخ الأكبر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. فأجاب الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه الكبير وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض. خجل الأخ الأصغر وتابع الأكبر كلامه: والثمار الحلوة من تراب الأرض، والأزهار العاطرة من تراب الأرض، ودماء عروقك من تراب الأرض. قال الأخ الأصغر: ما أكثر غبائي وجهلي. فأجاب الأكبر: لا تحزن يا أخي. فرد عليه الأصغر: كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء؟ فأجابه الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية، الأرض لك وأنت أولى بها، دعك من هذا الكلام وهيا معي إلى الأرض. ذهب الأخوان إلى الأرض، فوجد القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع،